اليوم تشرفت بلقاء السيد خلفان سعيد الكعبي، وأهداني كتابه أبو ظبي نهج بناء الوطن والمواطن. وهذا يعني شرف لنا كلبنانيين، وكوني مقيمة في الإمارات، وبتصفح الكتاب وإن شاء الله بيكون له قسط من وقتي لحتى أعرف على شو بيتكلم. طبعا هذه أهم النقاط، وهون السيرة الذاتية للسيد خلفان سعيد الكعبي. وسامحونا إذا طولت عليكم في الشرح، ولكن أنا أعتقد هذا الكتاب حيكون نموذج مهم كتير لأي إنسان بده يتعرف على النهضة في بناء الوطن، في بناء الإمارات، وفي محبة المواطن الإماراتي لبلده.